بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت عملنا الفانكشن الخاصة بالاكسكيوت اوثنتيكيشن، عملناها وخلصناها وكله تمام، مفيش مشكلة كده تمام. هنروح فين بقى دلوقتي؟ هنروح على اللوجن. تمام، اهي الكومبوننت، فين اللوجن؟ اهي اللوجن، هخش على التايب سكريبت. تمام، حلو حلو. المفروض لو انتوا فاكرين ان اللوجن ديت هي ديت الفانكشن اللي بتنفذ لما اعمل ايه؟ لما اعمل سبميت على الفورم ديت. تمام، اول حاجه الشيء المنطقي خالص اللي المفروض هيتعمل، هاخد اوبجكت من السيرفيس ديت اهي، هقفل السيرفيس دي خلاص، هروح هنا هعمل انجكت في الكونستراكتور للسيرفيس ديت عشان هستخدمها عشان اعمل ايه؟ لوجن. ده الشيء المتوقع خالص. هقول له اي يو تي اتش برايفت اي يو تي اتش اوف ايه؟ اوف السيرفيس ديت. هعمل لها امبورت. تمام، عملت لها امبورت خلاص. بعد كده هنزل هنا في اللوجن، جميل، هقول له ذس دوت السيرفيس بتاعت اللي هي اي يو تي اتش اي يو تي اتش اوف. تمام، دوت اكسكيوت اوثنتيكيشن. تمام، هحط فيها ايه؟ المفروض هحط فيها الايميل اهو، مش ده الايميل، كنترول في وايه، واحط فيها كمان البصمه اهو، بسيطه، حلو اهو. تمام كده استدال الفانكشن واديت له الايميل والباسورد اهو، تاني اهو عشان ما حدش يقوم متلخبط. انا عندي الاكسكيوت اوثنتيكيشن بتاخد ايميل والباسورد، فانا ناديتها واديتها الايميل والباسورد. هقول له دوت، ركز معايا، دوت بره ايه؟ هنا ده الكوس، قفلت الكوس اهي. تمام، دوت ايه؟ سبسكرايب. جوه السبسكرايب هقول له ايه؟ الداتا اللي راجعه لي. تمام اهي، ركز معايا عشان احنا مش محتاجين داتا. خلينا نروح كده افكركم بحاجه، هو المفروض ان انا هعمل اكسس على الفانكشن ديت. تمام، هترجع لي ايه؟ المفروض هترجع لي التوكن، مش لما كنت بعمل لوجن كان بيرجع لي التوكن لما كنا بنتكلم نقول ده اما ابعته هيرجع لي التوكن. حلو، فده هيرجع لي التوكن. دلوقتي انا عاوز في اللوجن اشوف لو هو فعلا عمل لوجن ورجع لي التوكن. تمام، هتعدي، مش هرجع لك، لا خلاص. حلو، فاكرين لو رحنا مثلا في الايه؟ في البرشيز هنا في التايب سكريبت. تمام، ركزوا معانا، بعد ما عملنا سبسكرايب كان في داتا. تمام، مش في البرشيسز، خلينا في الايه دي، جيت توتال. ثواني كده افكركم بس بحاجه، خلينا نروح على تشيك اوت كده اهو، عندنا في التشيك اوت، حلو، التشيك اوت كان عندي الفانكشن انهي اللي بتنفذ اول ما اعمل سبميت. تمام، هي فان اللي هي دون. تمام، هنا كان عندي ايه؟ نيكست بعد ما اعمل سبسكرايب، نيكست وفي ايه؟ ايرور. فاكرينها؟ انا هاخدهم اهي ولا هعملها هناك اهو. هروح هناك هقول له نيكست. تمام اهو، زي هناك بالظبط. ركزوا بس في ايه؟ اهم حاجه تركزوا في الاكواس عشان الاكواس ما تلخبطلكمش اهو. فينا قوسين، تمام، فهنا اهو سبسكرايب افتح قوس اهو، فهذا القوس بتاعي، هفتح القوسين بتوعي هقول له نيكست. تمام اهو، هقول له الريسبونس. تمام اهو، تمام، وفي هنا ايه اهو كده، انا عملت النيكست. ركز معايا كده، انا عملت ايه؟ النكست وقفلته. هعمل كوما واعمل ايرور، حلو، هعمل كوما اهي، وبعد الكوما هقول له ايه؟ ايرور اهو، ايرور هقول له اي ار ايكوال اكبر من، وافتح ايه القوسين التانيين كده، مفيش اي ايرور. انا بس اهم حاجه تاخد بالك من ايه؟ من الاكواس. تمام، احنا ممكن نعمل القوس ده كده. تمام كده، تمام اهو، ده السبسكرايب. بص لغايه هنا
الفانكشن. تمام، عملت سبسكرايب اهي، فتحت القوسين بتوعي اهم، وقفلتهم فين اهم، جواها النكست وجواها الايرور. والله لو سكسس وجايب لي الايه، وجايب لي التوكن، هعمل حاجه. في ايرور هعمل حاجه تانية. حلو حلو. والله لو نكست يعني تمام والتوكن راجع ومفيش اي غلط، هروح اعمل انجكت هنا للراوتر، تمام، برايفت راوتر اوف راوتر. ليه؟ عشان انا عاوز اعمل نافيجيت باي يو ار ال. هقول له this dot router dot navigate by url، هدي له ايه؟ باك سلاش. هروح على الاي بي بي موديول عشان اروح للايه؟ للاوردرز. هدخل ايه؟ اوردرز، باك سلاش اوردرز. تمام اهو، باك سلاش اوردرز. نيجي نجرب كده، نيجي نجرب بالراحه كده، نجرب ونشوف الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي. السيرفر مش شغال، نشغله بس الاول اهو. تمام اهو بيرن. ركزوا معايا، عمل ستارتد، هروح هناك. تمام اهو، دي الايه؟ اللوجن اهي. هقول له اسلام خضر 81 at gmail.com. تمام، هقول هنا ايه؟ 1 2 3 4 5. لو حد فاكر الباسورد كان هناك في داتابيز. هعمل لوجن، شايفين عملت لوجن، في مشكله. نروح نشوف كده انسبكت كونسول، قال لي ايه؟ ركز معايا، خلينا نعمل كلير اهو، كلير، او خلينا نعمل ريلود اهو. تمام، خلينا ندخل تاني، خلينا ندخل احمد at gmail تمام دوت كوم، واحول له هنا 6 7 8 9 10. نعمل لوجن، قال لي ايه؟ اتش تي بي لوكال هوست 8080 ساين ان، مش قادر يوصل لها عشان الاوريجن. اه صحيح، نسينا احنا نعمل في الكنترولر بتاعنا، تمام، كروس اوريجن، فاكرينه اهو. كنا دايما في الكنترولر نعمل اي كنترولر عشان نعمل اكسس من على السيرفر بتاع الانجولار، لازم نحط ايه؟ كروس اوريجن. تمام اهو، نعمل رن تاني عشان يقراه، مفيش مشكله. حلو، هيعمل رن اهو، جميل. هروح هناك تاني اهو، هنعمل لوجن، خلينا تاني اهو نعمل ريلود. تمام، هقول له احمد at gmail دوت كوم، هقول له 6 7 8 9 10. نعمل لوجن اهو، لوجن، ما عملليش نافيجيت باي يو ار ال خالص، ما عملليش ايه؟ ما عملليش اي نافيجيت باي يو ار ال. اذا في عندنا مشكله. تمام، خلونا برضه عشان نتاكد هنا في الايرور، هخليه ايه؟ يظهر لي اليرت، او خليه كونسول دوت لوج، هقول له ايه؟ يظهر لي الايرور بتاعي اللي هي الاي ار الاوبجكت من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ من الايرور. تمام، نروح تاني هناك اهو، اسلام او احمد على طول، احمد at gmail.com. تمام، وهنا 6 7 8 9 10. نعمل انسبكت، تمام، على الكونسول اهو، نعمل لوجن، قال لي ايه؟ انيبلد، قال لي الريسبونس اوكي، الريسبونس ايه؟ اوكي، بس ما عمليش نافيجيت باي يو ار ال، قال لي اهو ستاتس اوكي وكله تمام. تمام، ما عمليش نافيجيت باي يو ار ال ليه؟ نشوف كده مع بعض ايه المشكله بقى عندنا. this dot router dot navigate by url orders. تمام، هو كده ما عملليش نافيجيت باي يو ار ال، مع ان النكست تمام. نركز مع بعض كده. طب خلينا نعمل كوما، نقول له alert اوكي. تمام تمام، نروح تاني هناك اهو، نقول له احمد at gmail.com. تمام، نقول له 1 2 3 قصدي 6 7 8 9 10. نعمل لوجن،
لوجن ما عمليش الايه، ما عمليش الاوكي، قال لي ايه هو المفروض يرجع لي ايه ستاتس 200، تمام؟ قال لي ده اللوجن كومبوننت تمام 42، نروح كده 42. اذا هو ده الاي ار، الاي ار هو كده دخل في الايرور، طبع لي ايه، طبع لي ده اللي هو النيم اتش بي ايرور ريسبونس اوكي فولس ستاتس 200، تمام؟ ده الجيسون هو مش قادر يعمل الجيسون. اذا عندنا مشكله، تعالوا مع بعض نشوف المشكله ديت بسبب ايه. تمام، طب تمام، خلونا بس المره الجايه، تمام، نسيب المشكله دي المره الجايه في فيديو لوحدها، تمام؟ هنهندل حاجه في الباك اند، تمام، عشان الريسبونس لما يرجع ما يرجعش زي ما احنا مرجعينه كده. هنعمل هنهندل بس جزء بسيط ونرجع تاني للوجين، تمام؟ فخلونا نعمل ايشو نسميها لوجين شباك 1، تمام. هعمل اساين يور سيلف سبميت نيو ايشو، هاخد ديت كنترول سي، هروح هناك هعمل كليك يمين جيت اد، تمام. هقول له في سي اس كوميت كنترول في، هعمل كلوزس كوميت اند بوش، كوميت اند بوش بوش، هستنى لما يعمل بوشنج، هخلص البوشنج هروح هناك هعمل كلوزد والكوميت بتاعته كل حاجه، تمام. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهوم تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.